سلمى ما حطتنا التالية رح نتوقف فيها بعوالم الشعر والأدب مع توقيع ديوان كلمات الأول بمشاركة 52 شاعر سوري من جيل الشباب لتكون الخطوة الأبرز ضمن أهداف مجموعة كلمات الثقافية في دعم المواهب الشابة لنسلط الضوء على النشاط الأدبي. معنا بصباحنا غير اليوم الدكتورة والشاعرة هناء العمري. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الخير. بس بحب صلح، كان المفروض أنه يكون مع الدكتور علي السمان رئيس مجلس إدارة مجموعة كلمات. أنا لست دكتورة، أنا شاعرة وعضو مجلس إدارة في أهلا مجموعة وسهلا كلمات. فيك. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. خلينا نتعرف من حضرتك بالبداية عن الديوان الأول لمجموعة كلمات. الحقيقة الديوان الأول هو فكرة قديمة في مجموعة كلمات، يعني يمكن يعني في خلينا نقول لها تقريبا شيء 3 أو 4 سنوات الفكرة انطرحت، والحقيقة ما تنفذت إلا بهذا العام. نعم. ديوان كلمات بضم 52 شاعر أو موهبة من مختلف التراب السوري ومختلف أقطار الوطن. الحقيقة أنا كمديرة للديوان ومديرة المطبوعات بمجموعة كلمات كنت أتواصل مع الشعراء وأتواصل مع المواهب وحتى مع أعضاء من كلمات، يعني وأجمع النصوص وأضعهم في صفحة خاصة بديوان كلمات الأول. هناك لجنة مؤلفة من 9 أشخاص كان يتم التصويت على النص المقبول أو الجيد لإضمام يعني لضمه في ديوان كلمات، ومن ثم نحيل هذه النصوص إلى لجنة النقد اللغوي حتى تم الاعتماد كليا وتم طباعته في دار الينابيع. نعم. الشاعرة هناء العمر وليس دكتورة مثل ما قدمناك، خلينا نحكي ونسلط الضوء على مجالات التدريب والدعم المقدمة بشكل أوسع. الفكرة بلشت من 2012 مجموعة كلمات على صفحات التواصل الانترنت يعني الاجتماعي، وكان الهدف من المجموعة هو الحقيقة أسسها الدكتور علي السمان، الهدف يعني دعم للمواهب الشابة في كتابة الكلمة، الشعر، النثر، القصيدة بكل أشكالهم. وتطور المشروع فحتى المنتدى كلمات ضم شعراء لهم أسماء ولهم بصمة عالية في الوسط الثقافي، وضم مواهب وضم حتى من الزواقين للشعر أو للأدب. نعم. ومن ثم يعني انتقل المنتدى انتقل من الصفحة الإلكترونية إلى أرض الواقع. طيب عادة صار هناك عفوا صار هناك لدينا ملتقى كل أسبوعين على أرض الواقع. نعم. طيب عادة بيكون في عندكم عدد كبير من الشباب الموهوبين اللي عم بيجربوا يكتبوا شعر بطرق مختلفة وينظموا هذا الشيء، لكن أيضا لما انتقلوا الموضوع على أرض الواقع صرنا نشهد بعض الشخصيات اللي تيجي تحضر لتسمع وتقيم هذا الشيء. قد ايه استفدتوا من هذا الموضوع وكيف عكستوا هذا الشيء بالديوان الجديد؟ صحيح، يعني هلا الأدب أو الشعر أو الفن أو أي شيء مدارس لا يمكن أن يتطور إلا لما بتفتحي أمامه آفاق ومعارف جديدة يعني. فالملتقى كان هو بداية لإبراز المواهب الشابة أو الجديدة، لكن كنا نستضيف أدباء ومثقفين وجمهور تواق لحضور الشعر. وثم أيضا هناك صار تطور، صار في عدة سكتشات مسرحية وأيضا غناء وإلى آخره، يعني تعددت المواهب في مجموعة كلمات. لكن صرنا أكيد استضفنا الأدباء وشعراء كبار ولهم بصمتهم في الواقع، وكمان ألقوا على منبر كلمات، فأكيد هذا الشيء بيساعد لأنه الموهبة الجديدة تتطور ويصير عندها خبرة أكبر. أكيد. نعم، يعني الشاعر هو ابن بيئته دائما، هو بيختلف. صحيح. بيختلف الشعر من فرد لآخر بحسب الطبيعة اللي قاعد فيها، بحسب الظروف، حتى قديش كلمات قدرت تحقق الهدف بتنوع هالشعر بتنوع القوافي. خلينا نحكي شوي، يعني أنا برأيي الشاعر أو يعني لابد أنه يكون عنده موهبة، لابد أن يكون عنده إحساس عميق بالألم، بالحزن، بالفرح، بالوطن، بالوجع. ومن ثم تسقل الموهبة من خلال تواجده بمنتدى، من خلال مواظبته على المراكز الثقافية، من خلال حضور الأنشطة
الثقافية بعموم البلد يعني. ومنتدى كلمات من يعني الأوائل المنتديات اللي كان الحقيقة له دور فعال بهذا المجال. يعني نحن خلينا نقول إذا على الصفحة أي شاعر أو أي موهبة بده ينشر نص معين أو قصيدة، هناك آراء نقدية وأدبية، ومن خلال هاي الآراء التعليقات خلال التعليقات بتفتح أمام أفاق جديدة للتطوير وللعمل وللحس يعني على القراءة والاستمرار. نعم. نعم. أكيد. باعتبار حضرتك أيضا شاعرة مو بس تعني بموضوع الشعر بكلمات، خلينا نسمع من حضرتك شيء من اللي محضرتي لنا يا. تفضلي. طيب حأقرأ نص غزلي. تفضلي. إيقاعات عاشقة. أنتظرك إلى أن ينام الليل وتصحو أهدابي على وقع أقدام طيفك، أفك قيد الملح عن صدري وسادتي وأقبض لحظتك الهاربة، أطوع نفسي على هيئتي بنفسجة لا تكتمل إلا برحيقك، ولا تتفتح براعم أنوثتها إلا حين تكون أنت من أدخلني كتاب الحنين، حين أقصوك عن فصولي ورحت أدونك سطرا لهفة من توهج النبض إلى خاتمة عصف الجنون. أنت صوت نايها الذي يعلو غناء، برق يستفز مطرها، وأنت الهواء إذا ما سدت نوافذ الشرفات، ومن عقيق المعاني سيلها المتدفق كلما شف حبر الروح بمداد الشعراء. أنت من علمني سر الدمع فأغرقتني في بحرها العيون، فكيف يتسع قلبها لسواك. إني أحبك فاسترح الآن بين الهدب والهدب على ورود تنمو فوق جرحي، آتيك بسراج صبح وحقول كرز تمتد بين الثغر والثغر، تتفتح على خطوط راحتيك زنابق مستقاة من دمي. إني أحبك فاسترح الآن، فالغياب حضور أكثر اشتعالا أكثر شغفا، أن تمشي إلى ما تريد وتحلم أن الوصول ليس محالا، وأنها قطرة الماء آنا تشرب من نهد الغيم تصير بحرا حين الالتحام. أنا التي قصوا ضفيرتها كي لا تعرش عليها إيقاعات أناملك، لم يعرف أن حبنا الوردي يبسط جناحيه إذا مر نسيم الشوق، وأن كل غروب يتبعه شروق الرؤى، وأننا هناك في السماء البعيدة نمضي كطائرين. يسلم هالتم. أكيد يعني بعد هالكلمات الرقيقة والحلوة والعذبة بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتشكر هيدي الكلمات يلي فيها إحساس، دائما الإحساس هو بيعطي الشعر بسرعة. تماما نكهة. الله يسلمك. شكرا لك الشاعر هنا العمر، كنتي مشاركتينا اليوم صباحنا غير لليوم، شكرا لك وكل التوفيق لكم. الله يسلمك، شكرا جزيلا لحضرتكم، شكرا كثير. أهلا وسهلا.